السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تطبيق اسمه كارتا فيو، وكان زمان اسمه اوبن ستريت كام. التطبيق ده بيعتمد ان انت بتحط الموبايل بتاعك على الحامل بتاع السيارة بحيث ان هو يصور خارج السيارة، وطبعا تكون العدسة نظيفة وتكون الشارع او الازاز نظيف، وتبدأ طول ما انت ماشي رايح الشغل، جاي من الشغل، رايح الكلية، جاي من الكلية، تصور الشارع. طب الكلام ده هيفيدني في ايه؟ الكلام ده هيفيدني ان انا لو عايز اعمل خرائط ثلاثيه الابعاد للمدينه كلها، فانا بدخل على المنطقه بالقمر الصناعي، ببقى شايف ابعاد البيت بس مش عارف الارتفاع بتاعته، فمن خلال الصور دي ببدا اعرف هو كام دور والارتفاع كام، وببدا ادخل المعلومات ديت بحيث تبقى عندنا خرائط ثلاثيه الابعاد. الكلام ده بيرمي طبعا في الاوبن ستريت ماب. الاوبن ستريت ماب بنبدا بقى نشوف كل البيت ونبدا نحط الارتفاعات بتاعته زي ما احنا عايزين. يعني على سبيل المثال اوبن ستريت ماب اهوت، تمام. تقدر بقى تعمل زوم، انا دوست على شو ماي لوكيشن، فهو عمل زوم على المكان اللي انا موجود فيه حاليا. خليني اقول لا، انا عايز مثلا نشتغل على مصر اهوت، القاهرة. هنا هيبدأ يديك إيديت لما تعمل زوم لجزء معين، يعني انت مش هتقدر تعمل او مش هتستفاد لو عملت حاجة لمنطقة كبيرة. مثلا هنا مثلا الحتة دي زي ما انت شايف، انت شايف الجزء دوت بس متعرفش ارتفاع كام، تمام. طيب ممكن تقول له إيديت فيدخلك في مجال التعديل اهوت. في بعض الناس عاملين لوكيشن بس مفيش صور موجودة في الشارع، لو في صور موجودة في الشارع هتبدأ تعرف المعلومات. طيب عندي مثلا ان انا اقدر اضيف بوينت، نقطة معينة لمحل مثلا او حاجة زي كده، تمام اهوت. تقول مثلا عايز اضيف معلومة ان المكان ده فيه كذا كذا كذا، او تضيف شارع لاين. تبدأ تقول مثلا ده فيه شارع مثلا من هنا لهنا، وتبدأ ترسم الشارع اللي انت عايزه. طبعا بتدخل بقى بعد كده المعلومات كلها، تخلص هتدوس مرتين تخرج من الامر، تبدأ بقى تقول له ده ماينور رود، ده ريل، ده باص، ده، وتدخل كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. ممكن تقول له اريا، وابدأ ادخل بقى المعلومات بتاعت المبنى دوت. واخر مرة بتدوس مرتين بسرعة بحيث ان هو يبدأ يحطها، فتقول له ان ده كار باركينج او هيلث او بيلدينج او المعلومات دي هتعرفها طبعا من الصور اللي مصور في الشارع، وتقدر تعرف الارتفاع بتاع المبنى، وتقدر تعرف كل حاجة. مثلا لو هو مثلا بيلدينج، فهيبدأ بقى يسألك طب الارتفاع بتاعه كام، طب اسمه ايه، طب الليفل بتاعه كام دور، طب الهاي، طب الادرس بتاعه. فلو عملنا كده يبقى عندنا حاجة قوية جدا، ونقدر نديها نشيرها مع بعض، نشيرها مع البرامج الهندسية، نحطها للدولة بحيث تبقى عندها خريطة رقمية بكل المعلومات اللي موجودة فيها، وهو اوتوماتيك. ولو انت ماشي وحصل مثلا زي مطب كبير بيبعت للدولة لو فيها حد بيستقبل ان في مطبات هنا تعالوا صلحوها، وحاجات جميلة جدا. خلينا نخرج من الامر دوت. طيب هتيجي هنا هتلاقي ان هنا في زوم، في شو ماي لوكيشن يعمل زوم على الجزء بتاعك، في الباك جراوند سيتنج تبدأ تقول له انا عايز اعتمد على انهي خريطة. في أنواع كتيرة من الساتلايت اللي موجودة تقدر تعتمد عليها. في عندي هنا الأوفرلاي، ممكن تقول له مثلا لا أنا عايز أشوف مثلا الجي بي إس اللي موجود، مش عايز أشوف الجي بي إس، تقدر تعلي ما أنت عايزه. البريتنس تقدر تعلي وتوطي زي ما أنت عايز، الكونستريكت وهكذا. تبدأ تقول له الماب داتا اللي موجودة، الداتا اللي هي تقدر تقول له انا عايز اشوف النوتس، لو في حد خد النوتس عايز اشوف الايشيو وهكذا. تبدأ تتعلم على الحاجات اللي انت عايزها. عايز اشوف الهيسترو بانل، فلو في حاجة اتعملت تعديلات اكتر مرة تقدر تشوفها، في ايشيو لو في اخطاء في مشاكل يبدأ يوريها لك. فهنا بيقول لي انا عندي مشكلة ان المبنى ده والمبنى ده تدخلهم في بعض، فلازم تعمل تعديل على اساس ايه ما يبقوش داخلين في بعض. فتبدأ تحرك ده شوية وده شوية، حاجة بسيطة، تمام وهكذا. بيقول لي اللاين فين، انت راسم لاين بس مش حاطط له تاج. احنا محتاجين فريق كامل جدا بحيث ان هو يغطي كل الحاجات ديت، دي البريفرنس اللي عندي وهكذا. بعد ما تخلص بتدوس سيف. طبعا انا ما دخلتش معلومة مظبوطة فلازم اخرج من غير ما سيف وهكذا.
طبعا لو في اي مكان نصور بالغلط وهو المفروض ما يصورش، من حقنا ندخل نعمل الغاء ليه، تمام، بنعمل كليم ان احنا عايزين نلغي الحاجه دي فهو بيلغيها. ان شاء الله المبادره تبقى مسجله رسمي قريب وتبقى معتمده من الاتحاد العربي للمساحه واتحاد الدول العربيه، وده هيديها غطاء كويس ان احنا نقدر نشتغل بشكل كويس. يعني شايف قصر البارون بالجمال دوت مفيش اي معلومه عنه خالص، احنا نقدر نحط الصور مجرد تمشي في شارع ابن بطوطه وحسن صادق، وتقدر من خلال الصور دي نقدر نحدد الملامح بتاع قصر البارون وهكذا يعني. بس محتاجة بقى الهمة العالية بحيث إن احنا نعمل الخرائط دي في أقرب وقت. ليبيا مثلا قطعت شوط قوي جدا، أوروبا في دول كتير عملت الخرائط دي ثلاثية الأبعاد بشكل جميل يعني، فنتمنى التعاون. وهو أوتوماتيك لو شخص ظهر يعني من غير قصد في التصوير، انت بتصور الشارع بس صورت شخص او لوحة سيارات، هو اوتوماتيك بيلغيها، بيعمل تعميم عليها بحيث ان هو ما يضايقش حد. فهمتكم بقى معانا يا شباب.